السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معكم من العاب، رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من Builders of Egypt's Prolog. طبعا لعبة Builders of Egypt هي لعبة مجانية حاليا على ستيم، وهي بتحكي عن حقبة المصريين بفترة الفراعنة وفترة بناء الأهرامات اللي انشهرت فيها، واللي كانوا فعليا بإمبراطورية كبيرة بهذاك الوقت. طبعا اللعبة هي من تطوير استراتيجي لابس ومن نشر بلايوي، كمان في مساعد او النشر مساعد لها هو كرياتيف فور جيمز. على كل الاحوال اللعبة صدرت كبرولوج تقريبا صار لها اكثر من سنة، ولكن حد الان هي في تطوير عليها. التطوير الاخير كان عليها كثير قوي، فلهيك حبيت اني اعمل لكم عليها حلقة. خلينا نشوف مع بعضنا اللعبة ونحاول ندخل بنيو كامبين ونجرب، وشوفوا بعدين اذا انتم بتناسبكم او لا. طبعا او الوقت المحدد خلينا نقول شو اسمه لاصدار اللعبة لحد الان ما له محدد، بس معتقد انه حسب التعليقات الشركة معتقد انه تكون بنهاية 2021 او بداية 2022. بكل الاحوال اللعبة هي فعليا حلوة جميلة في الوقت الحالي، يعني صار عليها كتير تحسينات وكتير تطويرات. حتشوفوا هلا، ما بعرف اذا بتشوفوا في فيديوهات قديمه وما صدرت في 2020 فيكم تقارنوا بينها وبين الفيديو اللي رح نعمله هلا اليوم، حتلاحظوا انه صار تطويرات كتير كبيره بموضوع الجرافيكس وبموضوع حتى الميكانيزم تبع اللعبه وكتير اشياء من ضمنهم الكامبين. خلينا نبلش مع بعضنا ونشوف هاللعبه، وبعدين انتم بدي اياكم تتركوا لي رايكم باللعبه. بس بهالوقت هاد اذا انتم اول مره عم تشوفونا على القناه لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد اول باول. كمان لا تنسوا الاطلاع على قناتنا الثانيه العاب استراتيجي اللي عم نلعب فيها كل العاب استراتيجي الحلوه يلي بتحبوها، مثل انو 1800 ومثل ايرون هارفست وكثير اشياء حلوه فيكم تتابعوها. كمان تتركوا لنا ارائكم فيها، وكمان لا تنسوا تدعمونا بالشير واللايك. خلينا نبلش مع بعضنا ونشوف شو فينا نعمل بهاللعبة. طبعا مثل ما شايفين اللعبة فعليا بتبدأ بأشياء بسيطة، واللي هو اوكي this short tutorial is instead intended to for the early access version and will be expanded as game developed. اوكي clear here you will learn the basic rules of the game blah blah blah. Click the right arrow to go further. Okay. And spacebar. An ancient Egypt. أعتقد حاجة وشغلة مهمة منيكة، ما بعرف إذا ما كملت القراية أنا. The settlement development. Should start with designing a gray street, a gray street road. Blah blah blah. طيب خلينا نبلش أول شيء ما road. مثل ما عم يقولوا. ليش عم تفتل هيك يا حبيبي؟ اوكي اوف شوف والله يعني طبعا للأمانة اللعبة يعني فيكم تقولوا انه فعليا من ناحية الجرافيكس كتير تحسنت. اوكي حاليا لازم نعمل هاوسز. طبعا خلينا نبلش بالهاوسة وفلش تاكين مساحة بيناتهم، بس بغض النظر خلينا نشوف مثل ما بدون. اوكي the building placed like the blah 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 migration to settle in your city. Okay. Remember that.
You gotta always demolish demolish building blah 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 refund and depends on the level of the difficulty. Note that removing building at the later stage can be risky as you can shelter the decent economy. Okay, nice. Hello. Demolish this road because we don't need it here. Remove the sun lighting by what? كيف فينا نعمل الديمولش؟ هي دانديل. اوكي ناو وي نيد ذا فاير ستيشن. هير از ذا فاير. ذس از نوت ذا فاير ستيشن. اوكي ناو وي هاف ذا فاير ستيشن. اجوا العالم. Note, after clicking the fire station range icon blah blah blah. هذا الاخضر هذا الرينج ايكون تبعيته اللي هو يعني نفس المبدأ تقريبا تبع انو 1800. Remember that the effective the production fine. It's a high time to look at the building you have constructed. Use the right mouse button to select the house and details. Current warning, the name of the building, level of the building, and the capacity of the house, and the number of available workers. Risk of disasters. Crime, fire, blah. Disasters. Okay, the required resource. Collected resource and blah blah blah. Current. Okay. So على هاي details اللي بيعطيني اياها حاليا حسب ما بيحكي انه مثلا risk of fire 0% and the risk of collapse لازم تصلح معناتها ممكن يسقط او شيء 0% كله 0% the risk of disease 0% available workers 1 من اصل 5 و نايس nice. اوكي okay. طبعا هون نو دويلرز اوكي هذا فينا نعمل ابجريد من هون اوكي دان ديل ليتس جو. هاوس هاز اتس اون رينج. سو المفروض يكون اعتقد الشغل ضمنه maximum distance of the building which can work in the case of hard rush worker. اوكي understood. بعد هيك ما بيوصل فخلينا نبلش مع upgrade the house the well ship place the accordable. اوكي يعني نحط المي هون. يا سلام هلا تطوروا البيوت لحالهم. ما في هذا بيجي علي هذا اصلا هذا البيت. Okay, each city needs to organize production for the growth starting from the potato. Sure.
حلوين المزارع. may require the construction of more than one building. ايوه شنو هذا؟ هذا المخزن. ما هي تطورت البيوت، صار في مي لأنه لسه بس طلع هذول كلهم، ف أعتقد تطور أكثر وأكثر. ما علينا، نو تيبيكال برودكشن تشين بيلد بريك ميكر. بريك ميكر ظن سيدي. بيعملوا بلوك هذول. ويضا ذا بيج ميكر. Right by the river. That buildings within a single production chain must have been connected to the same road network. In order to be able to supply each other with production with the products using the stocks. Okay. Okay. The house need food to improve their houses. As before, we need to create another production chain. Each subsequent blah 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 upgrade of the house has be has its own different requirements. You can check them in the house. طيب حلو. هذا شو مطلوب؟ لا مطلوب هون. عندنا نعمل هذا هذا الشكل. تحت هون هون بدنا نحط. اوكي الو. اوكي شو طلعنا جلوبال. يعني نفس المبدا تبع انو فعليا تعمل اكثر مدينه وتوصلهم مع بعضهم. سجل هون هات لشوف. طيب you are on the region map, you will find your settlement which is here. هاي settlement تبعنا. I am looking at the settlement. هيك هيك بس مو فوق. And trade route. ما دس trade route. Open trade route. مع مين open trade route؟ مو مهم. Has been opened from time to time. A trader or a ship will come to the city to
تاكتكس تشينج بلا بلا بلا. اكسبورت. Excellent. If you want to keep break in the design, you can set it in its option on the formation card. Fish. Next, knowing the basics of the game, you can further the general tab. Mission decoration and the ruler of Upper Egypt, King Narmer, and Lower Egypt and United Kingdom on the Nile. And the Nile, شنو النيل هذا؟ Now the country needs to capital King Aha. شو King Aha هذا؟ هذا Okay, basically we current 14,000 فعليا بدنا نصدر 1000 bricks وألف جرة، ألف حجرة وألف جرة، ولازم نجمع 75 شخص أو عامل أو اللي هو. دان ماشين أوكي، خلينا نرجع ونشتغل على الموضوع. طيب خلينا نزلق العملية. هلا صار فينا نشتغلوا لحالهم. لازم تكون هون حصرا هون. ليش حصرا؟ طيب ليش حصرا هي هون لازم تكون؟ فينا نعمل لهم مثلا اراضي او كذا. طبعا لازم نعمل لهم طريق اول. واي اعتقد البيوت ما بيوصلوا لهوني. لا ولا بيوصلوا. لا حافظ علينا المي. صار عنا فيضان. احنا عملنا هذا اعتقد. هذا ما عملنا لسه. هذا اللي بيعملنا الجراد. بده كلي. الكلي وين الكلي؟ ما هي الكلي.
خلينا نعمل شوي بيوت ثانية. مستغرب انا ليش انه فينا ما فينا تحط بأي مكان مثلا كزراعة قمح او شيء، لازم يكون بمكان واحد. شرين هورس بازار، اعتقد عملنا بازار. شو ها هذا بازار، هذا غطي السوق كله، ما في عمال. مو وصل هذيك المي. ليش هذا ما بقدر؟ ما علينا. يا ويلا بيفتح لحاله. مايلستون يعني أعتقد منطقة عادية. شو يعني بتغمر المي؟ ما فهمت. أوكي. أربعمية بستمية بمية وثلاثين، ممتاز.
امورنا بالسليم. بس الخبز ما بعرف الخبز عم ينزل اصلا. كفو. وين مصنع الخبز؟ مفترض هذا بيصنع جراد، هذا بيصنع عميد، هذا مستودع. عندنا المفروض يكون في مخبز، مو هيك المفروض؟ هكذا المنطق يقول، بس ما شكله في مخبز. ممكن هذا الخبز هو رمز للأكل إنه. ولا هي ممكن تكون قمح، ممكن تكون سمك، ممكن تكون أي شيء. هيك أعتقد. ما علينا. اها صار 1100 700، بقينا شوي بس. اكسبورت بريكس، بعدين بنخلص المشن تبعيتنا. ليش هذا الطريق مو موصول؟ هذا بعدين نرجع. لا لا مو موصول. هلو طورها ولا نزل؟ نزل. نزل مستوى ولا تطور؟ نزل مستوى ولا تطور؟ طبعا بتطور بيرتفع على حسب ال الإمكانيات اللي عم يكون عنده. Number of spares to be exchanged. Okay, fine. عندي 1200. طيب
طبعا نزل وطلع. انا بعتقد انه الموضوع عادي يعني، عندي حاليا 1200 جرة، والمفروض انه هذول موجودين البريكس الموجودين. Take a nap. طافت بالمي. إيه ما خلونا نهض غير هون. أعطيني لازم يكون بمكان. أعتقد أنك ما يخلونا لأنه في بصير في طوفان فيضان. ها اعتقد لازم البازار هون. حلو كفو السريع تطوروا. هذا كليا 1200. في عملة كثير بس أعتقد ممكن لازم نرجع نفتح open new road or something. open ready
want to buy or want to sell. شو مطلوب مننا؟ مطلوب مننا احنا نبيع ولا نشتري؟ export. المطلوب نبيع. All right, our city. لا فهمنا شيء. أنا كنت أفكر إنه هي أول المدينة تبعنا. طلعت لنا بلدنا هون. ما هي بلدنا. وين عم نتعامل معها فعليا. Of bread to be exchanged for war. ممكن بالبازار مثلا. نو اوه هذا تعبى لسه ما تعبى على الاخر بس نو شوي تعبى. في شيء ما بيخليه يشتغل. Export gather. أنا حاليا عندي بس صفر، ما عندي هي، ما بعرف ليش. أعتقد المشكلة في الـ warehouse.
هيك اعتقد انا. ها هذا هو السبب. صار عندي 200، هلا صار بيجي اشتغل. توقعت هلا هيرتفون. بدنا 300. ممتاز. بس هلا ما صبي عندنا خبز، ما خرنا. نبقى عندنا مشكلة الخبز. فينا نعمل باي؟ المشكلة ماني شايف انا وين فينا. هذا في عنده، لازم نحط له فاير هون. هذا الكوست تبعه ولا الكوست تبعه؟ بدنا خبز. كولكت. تعبى اوريدي. ها طيب اوكي، لان عم نبيع بس ما عم بيجينا مصاري، ولا عم بيجينا مصاري. يقول حرامي تلون. بيعطينا مصاري لما نبيع، بيعطينا خبز. اوكي، معناته لازم نعمل شغله مهمه جدا، الا وهي انه يكون عندنا بس هاد وهاد، لأن هذول أكثر شيء مهمين لأنه يبيعوا. أهلا وسهلا،
1900. طيب أعتقد والله أعلم زائد 300 كارنت يير ناقص 3000 قبل الميلاد. يا سلام ناقص 600. شوف فاينانس سو الكوست تبعنا عالي جدا بسبب انه عنا 10 فارمز. طيب خلينا ننزل الفارمز. نجرب هاي واحد اثنين. هاي نزلنا الكوست تبع الفارم. بعدين في عندنا كوست عالي اللي هو الهاوس الصفر كوست ما في شيء. 30 ب30 الويجز صاير فلا نزلت الويجز هو 456 صارت. كليب بيت 48 فينا اعتقد ننزل واحد منهم عنا كتير. اذا طفيته بخف ال خف ال نرفع التاكس 3% 5% اكسبورت 3900. خليه يكرهونا. ندفع التاكس خف هذا هي ذا جيم واز اوتوماتيك سيف. اها حلو على الوجه صار 288 المبيع عم بيصير عندنا فوق ال 300 فالامور صارت ممتازة. فينا نلغي واحد من هدول
أعتقد هذا الشيء. بيفيدنا. موضوع صيانة؟ أكيد موضوع صيانة. بلاش نرتفع، وصلنا 4000. خلينا نترككم شوي نرجع لكم بس نوصل ل 5000. ها وهيك وصلنا ل 5000. طبعا اعطونا الفيكتوري. قلنا دي وان تو كونتينيو بلاينج ذس ليفل. يس المفترض انه طبعا اعتقد ما في شي تطور، لازم نطلع على ليفل تاني لحتى. كيف نطلع على ليفل تاني؟ ما علينا، يبدو انه في لسه، يعني بما انه لساتنا بالبرولوج ممكن ما فتحوا لنا كل شيء. شو بيلدينج ايكونز نو ياهو. بظن بما ان السماء لسه ما كملت اللعبة، فبظن ان احنا لساتنا مثل ما قلنا لساتنا ب بالبريلوج، واللي هو بظن راح يكون في ليفل واحد، ما بعرف اذا في ليفل ثاني او ليفل ثلاثة او كذا. بشكل عام اعتقد ما في الشيء اللي شايفينه، نحن ما شايفين انه في اي ليفل. بس بكل الاحوال احنا جربنا لكم اللعبة في دبلوماسي هون. يا سلام، ما بعرف شو عملنا. بشكل عام هذا ليفل واحد، ليفل تو سيتي. مو شايفين. جربنا لكم اللعبة، شفتوها بشكل عام، وهلا صار فيكم تقرروا اذا انتم حابين هذا النوع من الالعاب او لا. راح شوف انا اذا فينا نحن نلعب اكثر من هيك، فممكن نعمل لكم اكثر من حلقه عليها. اذا في شيء جديد ممكن نلعبه راح احاول اشوف اني او شوف اذا ممكن في شيء ممكن نقدر نلعبه او لا. بغض النظر اذا في شيء ممكن نقدر نلعبه فراح نعمل لكم عليها اكثر من حلقه. بس بالحلقه القادمه ان شاء الله، في عفوا الحلقه القادمه حتكون ان شاء الله على قناتنا الثانيه العاب استراتيجي. فلا تنسوا الاشتراك بالقناه الثانيه وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد اول باول. اذا لعبناه حتشوفوها هنيك ان شاء الله. وهلا صار فينا، ودعكم ونقول لكم يومكم سعيد.